أنا فيصل، قدر الله وصار علي حادث مروري تسبب لي بكسر في جزء من فقرة بالعمود الفقري والتهاب حاد في الفقرات. الآلام اللي شعرت فيها قيدت حركتي وصرت ملازم للكرسي المتحرك. وخضعت لعملية جراحية تكللت بالنجاح ولله الحمد. تخطيت كل ذلك وتجاوزته بفضل الله، ثم بفضل خطة العلاج الطبيعي التزمت فيها مع أخصائي العلاج الطبيعي بتمارين دقيقة ساهمت في عودتي لممارسة حياتي بشكل طبيعي. الآن أنا بخير مثل ما تشوفون، شكراً لصناع الأمل.